الثالث اللي هو هذا الامبلايكال، ينطينا تفرع علما، ينطينا تفرع لل السوبيريور فازايكال ارتري، يغذينا السوبيريور سيرفيس اوف اليورينر بلادر. ثالث رابعا اللي هو الانترنال بودندل، الانترنال بودندل ينزل ينطينا الانفيرير بس الانفيرير ريكتال ارتري اللي هو اللور بارت اوف الريكتام يغذينا اياه. وبعد عندنا رقم 6 اليوتراين ارتري، تفرع من عنده ينطينا فاجينال ارتري. هاي قلناها زين دكتوره شلون يجي؟ مثلاً على رقم 2 أشر لك على رقم وسهم موجود، أنت راح تقول لي هذا يا عارف. ما تريد يعني بس اسم تجيبين، ما تجيبين من الإجا على حسب. إذا مثلاً لا أقول مثلاً إلا ندي غذي، إذا كان مثلاً ندي غذي هذا إذا كان arising إله فت arising تقولوا لي. إذا كان يريد إذا تجيبين مال الركام تقولي شنو يبود عندما إذا طلبت. بالضبط. الباقيات الحسب البيهن. حسب البيهن أقول مثلاً هذا الأرتري أقولش إن من ده يغذي. تمام. اللي هو مثلاً اليوترس. أوكي. وشنو؟ يورينار بلادر. بالضبط. يعني هنا مبينات ما بين شيء، أهم شيء قلنا structures اللي يعني مهمة بشغلنا. زين هذني حكيناهن. هاي البايفوركيشن صار هنا. البايفوركيشن صار هنا وهذا ما هذا بس وهذا الميديا ساكرا افتر اونس. هسه نجي على هذا الميل، هذا كله يمكن هذا كله موجود. اي هذا كله موجود. ودكتوره بما انه المصل يعني ما موجوده عندنا بشكل صوره، تجيبينها من ذني الصور ان وحده عن مصل هالاكتريز مال كرينيوم ممكن تجيبين مصل منه؟ مثل الأكسور النوع هاي بها مصل كلش وضع هاي هاي تجيبين يعني وتأشرين على اسم المصل؟ إيه هو أنتوا تعرفوها يعني مثلا ليفيتر أنا تعرفوها، تعرفون هذا مثلا شنو الإكسترنال أينال، مو الإكسترنال سفنكتر أينال، مو رقم إيه رقم رقم 6 parts of external anus فنكتر مصل مثلا هاي مبينه. بعد شنو عندنا؟ عندنا مثلا رقم 5 رقم 5 اللي هو هذا البيرينيال بادي. اوكي هاي المنا والمنا ها مثلا عندنا البلبوس بنجيوسم وعندنا الاسكيو كافرنوسم، هذني مهمات اثنينات البلبوس بنجيوسم ساره منا هاي الاسكيو كافرنوسم. رقم 1 البلبو، رقم 2 جيب لنا شلون لا قايل اول واحد اسكيو شلون هاي هي هنا مكتوبه شكل بالكتاب مكتوبه غير شكل عيني. هسه على هاي الصوره هاي الاسكيو كافرنوسا، ثاني وحده البلبوس بانجيوسم مصل هاي مصل هاي ترى برينيال ممبرين رقم 3 هاي ممبرين نعرفها هاي مهمة. رقم 4 سوبرفيشال ترانسفير برينيال مصل قلنا صار منا وين قاعدة باليورو جينيتال دايفرام. اوكي برينيال بادي ليفيتر اناي مصل رقم 7 هي وبارتات هاي ما محددهن ما محدد ولا وحدة منهن هاي الجلوتيال اعتقد.